السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نحاول نوريكم المونتاج اللي كندير. بالنسبه للمونتاج غادي نوري لكم من الاول حتى الاخر، يعني غادي نحاول نوريكم انه كيفاش بالبوبينه اللي كنركبها، شنو هو الخيط اللي كندير، شنو هما الامور اللي كندير. هذه بوبينه ديال الماكينه، فيها الخيط. هذه مثلا فيها الخيط ديال 18، اللي سمحت النقص. اذا هذه البوبينه ديال الماكينه، فيها الخيط ديال 18 وفيها الكولادراطا. الكولادراطا هي كيسميوها قزيبه الفار. قزيبه الفار هي هذا واحد النوع قزيبه الفار. كيكون فيها طرف فيه 15 متر، وغادي من 57 حتى ل 20، يعني في الراس ديالو فين كيلصق البلومو كيكون 57 غليظ، وفي الراس الاخر اللي كيلصق مع الخيط ديال الماكينه كيكون ل 20. هذا كيسمح انه باش ملي تشحط ما يتقطعش الخيط، ما يتقطعش البلومو، كيكون شاد مزيان. اذا كيف قلنا هذا هو هذه الكولادراطا. كيف كيجي فيها كتجي بوبينه فيها تقريبا 10 ديال الطروفه، 10 ديال 15 متر. اذا كيف قلت لكم انا مركبها في البوبينه ديال 18. راكب فيها واحد التركولا، الى شتوها تركولا ستوبر من هنا وستوبر من هنا، وهنا فين كيلصق البلومو، هنا فين كيلصق البلومو. اذا هذا هو يعني كنجيبو البلومو غالبا كنشحط من 120 ولا 140 غالبا. ملي كيكون عندي الصح، يعني رابط بالصح، كنقدر نشحطو حتى ل 140، يعني حتى 140. اذا هذا هو هكا كتجي، هكا كتجي. يعني هذا ستوبر، كيكون ستوبر نتحكم فيه الا بغيت نديرو لتحت ولا بغيت نديرو لفوق على حساب المصيد. وهنا فين كتلصق الترقيعه او الربطه. هذه من جهه. من جهه اخرى الشعره، الخيط ترقيعه باش كنشحط. اذا انا كنستعمل هذا النوع هذا لانه جربته بزاف د المرات. سبيد ماستر شيمانو. هاد سبيد ماستر خيط قوي مزيان فليكسيبل كيصبر، كنستعملو مع عمرو خوابيه. المهم انا هذا هو اللي نقدر نقول لكم، مع عمرو خوابيه كنستعمل غالبا 24 في هاد النوع ديال المصايد اللي كيكون البحر مطيح ضاوي، ما كيكونش سميتو الماج طوال. دونك غادي نوريكم شنو كيفاش كندير الترقيعه. دونك ها نتوما شوفوا، غادي تجيكم غريبه ولكن هنا في هذا المصيد هذه هو الطريقه باش كيصيدوا الاخوان هنا الرياس. طريقه نقول لكم عطات نتيجه كبيره، انه الترقيعه كيديروها طويله، كيديروا تقريبا ها مترو جوج ثلاثه، كيمشيو حتى 3 متر. دونك 3 متر في الترقيعه. كاين اللي غادي فالاخوان ديال اكادير ولا الجنوب ولا سميتو غايقول لك واه بزاف، واه كي درتي ليها الترقيعه ديال 3 متر واه بزاف، مع التشحيطه غادي تخبل. لا حقا ما كتخبلش بحكم انه البحر مطيح.
هكا كدير في الراس ديالها كنركب بحالي على هاد الروينه هادي، راه نورمالمون كنركب دركوله هادي الفيكساسيون هادي كنركبها في الراس هكا. الجو زوين والنصيد رائع حقا، ولكن مع الأسف كاين هاد الإخوان ديال الشبكة الله يهديهم وصافي، ما عندنا ما ندير. إلا جيتي تناقش معاهم عاوتاني نقاش آخر غندخلو فيه. المهم هو كان تبرزطو بزاف في الحقيقة، والله إلا تبرزيت كيجي كتكون نتا مشحط وكيجي كيحط الشبكة قدامك، اش غادي ما كاين لا احترام لا والو، الله ما ايوا ليلى هنا كنديروا العقدة وكنحاولوا ما امكن العقدة انه نفزقوها باش ما كنخليو واحد طريف باش حتى الا كان جبدات عليه ولا شي حاجة كيلقى فين يمشي. هذا هو الطرف الاولاني، كنمشيو للطرف الثاني، الطرف الثاني كنلصقوا فيه الصنارة. حقا انا ما كنعرفش نقول لكم كيفاش صنان الارقام، كل واحد اخويا كيقول الارقام ديالو، ولكن انا غنوريها لكم وانتم شوفوا واش من الرقم هذا وقولوا لي انه هو شنو علاش كنيشو كيخصنا هانتو صناره صغيره. هذه صناره صغيره علاش غادي نقول لكم كيفاش تاع العقده، لانه الطعم هو الدوده ديال الرمل كتكون رقيقه، دوده الرمل باش تدخلها في سميتو كيكون كيخصك العقده مت حيت الدوده رقيقه وخصها تمشي مع الخيط، و الا مشات مع الخيط وكانت العقده بطريقه اخرى كتلقى صعوبه باش تدخلها. المهم انا نوريكم كيفاش صناره صغيره والعقده كيفاش خصها تكون. العوينات عياو طبيعة الحال، هذا عوينات على قد الحال. إذن عقدة ما عرفتهاش واش غتبان لكم ولا ما غاديش تبان لكم، المهم كندوز الخيط جوج مرات في الخرصة، كندخلو وكنعاود نردو في الخرصة، كندير عقدة عقدة كندوزها من تحت من وسط الصنارة، واللي مهم هنا هو ما نجرش على هذا ديال الترقيعة، نجر بداك الطريف اللي بقى باش ما يسخنش باش تكون الترقيعة صحيحة، لأن يعني هذا هو كنقطع بيان سور هذا الاكسيدون هذا اللي زايد وكتعطينا هذا الترقيعه. ما عرفتش واش كتبان ولا ما كتبانش. المهم الاخوان اخ قطع شحط هو يقطع، هذا هو اللي كاين. اذا هنا دابا درنا الترقيعه ودرنا السناره، درنا السناره، درنا فيكساسيون. غادي نوريكم الدوده ديال الرمل، الدوده ديال الرمل كتجي بهذه الطريقه. هذا غادي نقول لكم كيفاش داير الاخوان. كنا وقع لنا نقاش كبير في هذه القضيه ديال الدوده ديال الرمل، كيقول لك كاينه في الجديده سي فري. ملي سولت الاخوان بينهم الشيخ ديالنا اخ عدنان والاخوان الرياس، قالوا لي فعلا كاينه، ها هي هذه الدوده. دونك الا شديتيها من هنا غادي تقطع، انتم شتيها انتم هذه البلاصه هذه هي بدات ديجا كتقطع، هي كتقيسها كتبدا تقطع راسها. المهم هذا هو كنشدو السفود، اذا كيخصها تدخل كامله في داك، كتمشي غير اون فوا كتدفعها هي كتمشي. هانتوما قلت لكم انه كتقطع راسها هي غير كتحس بسميتو كتقطع راسها بوحدها. اذا هذا هو وهي باش مزيانه بزاف، انا لقيت فيها بحقها
اخوان كتلقى واحد مشحط طعم كاع اللي كاين، ولكن هنا بالخصوص في هذا القنت هذا هنايا في الشمال ولات هي الطعم المفضل عند عند لا دورادو، عند البغار، عند كيضرب عليها كل شيء يضحك. هذا هو كتكون هكا بهذه الطريقه يعني، ملي كتكون بهذه الطريقه كندخلوها في سميتو. ومن طبيعه الحال هذه العقده ملي كتكون الفوق هذه، ملي كتكون الفوق كتكون كتسهل على الدخله ديالتها هي في سميتو. اذا هاد كندخلوها بهذه الطريقه شويه من طبيعه الحال، لانه كتكون هي كتفرتت، هي راه كتقطع راسها بطريقه زعما غريبه سبحان الله العظيم. ماشي اذا هذه هي الطريقه باش كنطعمو. هاي دونك هنا كتولي طعمها كتولي من طبيعه الحال. هذا هو الخلاصه ديال الطعيمه ديال الكاتالانا، كيسميوها هنا الكاتالانا، الدوده ديال الرمل. ونتمنى خير ان شاء الله، الله يسخر وشكرا.